الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، في كلمات قليلة. يا ليت. إن وجد نفسه يضع يده على الدليل الذي يخالف ما يراه. يخالف ما يراه. نعم، في أي مسألة من المسائل. تمام. وينقب ويبحث في بطون الكتب عن الدليل الذي يوافق ما يراه. يوافق هواه. هو صاحب هوى. هو صاحب. تمام. فهو صاحب هوى. هوى. ولذلك إذا كان يترخص مثلا يكون صاحب هوى أو يتتبع رخص العلماء. يقينا. إذا تتبع رخص العلماء ليجعل من كل هذه الرخص لنفسه دينا. نعم. هو صاحب هوى. صاحب هوى. لأن الدين امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد، لأن الله ما تعبدنا بأقوال العلماء ولا برخص العلماء. نعم. بل تعبدنا فقط بقرآنه وسنة نبيه الصحيحة الثابتة صلى الله عليه وسلم. الصحيحة الثابتة. تمام. نعم. الذي يتبع هوى هل أنت تكون وكيلا عليه؟ لا، حاشا لله. أنا لا أملك لنفسي أنا الهدى أو لأي أحد أن يكون عليه وكيلا، ولا لأي أحد. ما عليك إلا أن تذكر فقط. فقط. لاحظ أنني قلت أنا لا أملك لنفسي أنا الهدى، فضلا عن ولدي، فضلا عن غيري من إخواني وأخواتي. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.